بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب نبتدي اليوم محاضرتنا واللي هي إن شاء الله الأخيرة. وصلنا للمكون الأخير من مكونات الخرسانة اللي هو الأجريجيت الركام. بسم الله راح نبدي الأجريجيت طلاب أو الركام واللي هو قلنا إحنا مكونات الخرسانة، ويكون على نوعين: ركام خشن مثل الحصى وركام الناعم مثل الرمل. طلاب يقول أجريجيت أكوبايد يحتل تقريبا 75% of the concrete volume. إذن الركام طلاب الحصى والرمل يحتل تقريبا 75% من النسبة الكبيرة من حجم الكونكريت، which has higher volume stability، واللي يمتلك أكبر حجم ثابت، and the better durability، وأفضل ديمومة، then the hydrate cement fast، ويكون أفضل ديمومته أفضل من ال hydrate cement fast. The size of aggregate used in the concrete range from 10 millimeter down to particles less than 1/10 millimeter in coarse aggregate. يقول هنا طلاب حجم الأجريجيت، يعني حجم حبيبات الأجريجيت أو السايز مالها المستخدم في صناعة الكونكريت، يتراوح من عشرات المليمترات واللي ممكن يوصل حتى 40 مليمتر، يعني 4 سنتيم، ويقل بشكل أعلى، ويكون متدرج إلى حجم اللي هو أصغر من يعني من المليم، يعني مثل حبيبات الرمل تكون ناعمة حيل إلى أصغر من بالكروس سكشن. هذا الحجم. The particle size distribution refer to the gradient، التدرج يطلق على التدرج طلاب، أو هذا الاختلاف بالحجم حبيبات الركام بالتدرج أو الجريدين يطلق على على تدرج الطلاب ب الركام المستخدم، يطلق على هذا الاسم بالكريدن أو التدرج. كل ما كان التدرج جيد للركام كل ما كان أفضل في صناعة الكونكريت. هنا طلاب there are two size group of aggregate. Fine aggregate اللي هو الرمل often called sand واللي يسمين sand، واللي يكون شنو الميزة مالته not larger than، واللي يكون أصغر يعني من 4.75 ملم، والكورس اجريجيت لازم يكون اكبر جريتر ذان اكبر من 4.75 ملم اكوردنج تو، اعتمادا على هاي المواصفه طلاب ال اس تي ام سيف نمبر 4. يعني شنو طلاب؟ اكو بحساب ان شاء الله من تتخرجون وتصير مشرف او اثناء تنفيذ الخرسانه، أعمال الخرسانة الكونكريت، لازم يسوون فحص التدرج للركام الخشن والركام الناعم. هذا الفحص شنو؟ هي سلسلة من المناخل تكون بقياسات وأحجام ثابتة، يتخلى النموذج ويتعرض الهزات، يعني ينهز، ويقيسون التدرج مالته، يعني كل وزن باقي على الركام يحسبون الوزن المطلوب مالته. ف واحد من هذين المناخل اللي هو السيف نمبر 4 اللي هو 4.75، هذا السيف المنخل اللي يعبر منه يعتبر رمل، واللي باقي عليه يعتبر حصو. There are two types of aggregate. هناك يقول طلاب، هنا يقول اكو نوعين اللي هو الناتشرال والارتفيشال، يعني الركام الطبيعي الموجود بالطبيعه والركام الصناعي. بالعراق ان العراق we are used، نحن نستخدم river gravel and crushed stone. بالعراق نستخدم الحصى الموجودة على ضفاف الأنهار والcrushed stone، يعني الحجر المكسر، واللي هو يكون مثل الليمستون أو البولدرز اللي هو طلاب الجلمود الحصوات الكبيرة، of course aggregate، كشكل coarse aggregate. بينما الفاين aggregate الرمل الموجود عندنا هو natural silica sand،
بينما الركام الناعم المتوفر بالعراق اللي هو الناتشورال الطبيعي سيليكا صعب، اللي موجود بالبصرة أغلبيته، موجود أيضا بكربلاء. الجريدينت طلاب التدرج، الجريدينت the gradient of coarse and fine aggregate، التدرج اللي الركام الخشن والركام الناعم consider very important physical properties which affect on properties concrete. طلاب التدرج للركام الخشن والركام الناعم يكون ذو أهمية فيزيائية عالية، لأنه يعني يكون very important physical properties اللي يكون يعني خواص الفيزيائية جدا مهمة، واللي يتأثر على خواص الكونكريت، بحيث احنا إذا استخدمنا كونكريت يعني أجريجيت نوعية جيدة وتدرج جيد تكون الخرسانة الناتجة جيدة جدا. هنا أنا it is the referred distribution of particle size واللي هو يعبر هذا الجريدينت التدرج يعبر على التوزيع لحبيبات لبارتيكلز جزيئات لحجم الجزيئات الركام. يعني الجريدينت التدرج هو يعبر عن التوزيع لحجم جزيئات الركام. There are many specification of gradient which determine upper and lower passing percentage for each standard sieve. ولذلك يا طلاب اكو هواي من المواصفات او التدرجات اللي محسوبه كنسب عليا and lower pass percentage، نسب عليا للعابر والنسب الدنيا للعابر for each standard sieve، لكل هاي طلاب السيف المناخل اللي قلت لكم عليها الستاندرد. and it is considered failure aggregate in gradation. يعني هنا طلاب اكو نسب محدده للركام المستخدم في الخرسانة، وأكو يعني المواصفات العراقية البريطانية والأمريكية تخلي نسب محددة، لازم إحنا هاي النسب نتقيد بيها شنو النسب العابر من السيفات، بحيث إحنا بنجيب نموذج ونخليه بالسيف مال مناخه ونقوم بعملية النخل مالته، نشوف النسب إيش قد العابر ونقارنها مع المواصفة، إذا ضمن الرينج المواصفة نعتبر هذا الركام ناجح، إذا اختلف يعني هنقول كمية العابر قليلة أقل من المواصفة بمنخل واحد أو عدة مناخل يعتبر هذا الركام فاشل، إما نعدله نضيف له البيا منطقة في شيء البيازون نضيف لهاي الركام حتى ينجح، أو نبدل النموذج. If don't confirm the specific، هنا أنا يقول في حالة عدم تطابقه مع المواصفات the gradient zone سيفنا، هنا أنا شنو طلاب يعني لازم يتعدل إذا كان غير مطابق للمواصفة. هنا طلاب سيف اناليسيس انتريست ويز، هنا يقول سيف اناليسيس يقول له علاقه، يعني سيف اناليسيس هاي المناخل له علاقه بمن ذا سايز لارجست بارتيكل بيرسون، اكبر جزيئه او حجم الاكبر لجزيئه الركام الموجوده، ذا سايز ديستريبيوشن فروم كورس تو فاين بارتيكلز. يعني طلاب احنا من نريد نسوي سيف اناليسيس من خلال هذا التحليل المنخلي، راح نطلع اول شيء النسب مالته ونقارنه ويا المواصفات، اثنين راح نحصل على اكبر سايز ذا سايز لارج سايز لارجست بارتيكل بيرسن، ونحصل على المقاس الاعلى للركام، يعني اكو اكبر حصوايه لازم نعرفها الموجوده بهذا الركام واللي نسميها الحجم الاكبر للركام، وحده يعني اللي هي لارجست بارتيكل، الحجم الأكبر أو الحجم الأقصى للركام لازم نعرفه، يعني أكبر حصوية لازم نعرفه. هسه راح أشوف ليش لازم نعرفها هاي أكبر حصوية، وهنا أيضا من خلال السيف أناليز راح نحصل على توزيع الحجوم مال البارتيكلز مال السايز، يعني السايز بارتيكلز من الكورس الخشن للناعم للبارتيكلز. هنا طلاب يقول the well graded aggregate، الركام اللي يحتوي على تدرج جيد as an aggregate with gradient such as responsible، يكون مسؤول، يعني إذا استخدمنا ركام وركام تدرج جيد يكون مسؤول العفو هنا أنا يقول إذا استخدمنا ركام جيد تدرج جيد طلاب
فهذا يكون الركام ريجنبل، يعني راح يوفر لنا الوركابيليتي، راح يعطينا اذا كان التدرج جيد للركام المستخدم بالخرسانة راح يعطينا ريجنبل وركابيليتي، يعني قابلية تشغيل جيدة، وكذلك يعطينا مينيموم سيجريجيشن، يعطينا اقل عملية انعزال للخرسانة، يعني يقلل منها او مينيموم تكون. يعني هاي فوائد التدرج الجيد، راح يعطينا مقاومة وركابيليتي، قابلية تشغيل مرغوب بها، ويعطينا مينيموم سيجريجيشن، يعني مينيموم سيجريجيشن يقلل من ظاهرة السيجريجيشن are obtained to produce the strong، وبالتالي راح نحصل او راح ننتج خرسانة تكون strong and economic concrete. وبالتالي اذا حصلنا workability جيدة وsegregation قليل او غير موجود راح نحصل، وبالتالي راح ننتج خرسانة قوية واقتصادية strong and economical concrete. لذلك شوفوا طلاب، هاي هي اهمية تدرج الركام. يعني لازم التدرج الحجمي للركام يكون متجانس ويكون ذو نوعية جيدة وتدرج جيد. هنا طلاب the sieve can be described by the size of opening. هنا طلاب السيف analysis، احنا هي تجربة ناخذها بالمختبر، مختبر الخرسانة اللي هو السيف analysis. هنا طلاب السيف analysis يعني تحليل الكل منخول، يعني ممكن نوصفه انه size of opening in inch، هو حجم الفتحة في المنخل بالإنشات. For large size by determine the number of opening، يعني طلاب من نريد السيف analysis تحليل المنخلي، اذا نريد نوصفه بالنسبة للحصو large size، هو نعبر عن هذا المنخل، يعبرون عنه او يسموه ب السايز او حجم الفتحه الموجوده بالانج. مثل سيف، مثل خلينا نقول السيف، سيف نمبر 4 يعني بالانج المربع، يعني نمبر 4 يعني الفتحه هي 4 مالته. بينما بالفاين اجريجيت سيميلر ذان اباوت، بينما يقول من ناحيه اخرى ممكن نعبر عن السيف، يعني نطلق عن سيف بعدد الفتحات بالإنج الواحد. مرات نسمي يعني السيف بعدد فتحاته بالإنج الواحد، يعني الإنج المربع كم فتحة به، هذا نطلق عليه إيش وقت من نريد نسوي سيف أناليسيز للجزيئات اللي تكون تقريبا 1/4 إنج تكون صغيرة. هنا طلاب هذا هاي الصفحة رقم 2، صفحة رقم 2 هاي ما مطلوبة منكم تطلعون عليها، هي هاي الباراجراف هاي والإكزامبل أيضا تطلعون عليه، هذا للإطلاع. هسه راح نجي هنا طلاب لهذا الموضوع اللي هو ماكسيموم سايز أوف أجريجيت، المقاس الأقصى أو المقاس الأكبر للركام. شنو طلاب المقاس الأقصى للركام؟ أي ركام نستخدمه، قلنا هو الركام الرمل والحصو، لازم نعرف أكبر حصواية به. هنا طلاب هسه راح نعرف ليش نستفاد منه. هنا the maximum size of concrete، المقاس الأقصى للركام اللي يستخدم وين؟ بالكونكريت، used in concrete، determined by، يتم حسابه من خلال. أولا شو نعرف المقاس الأكبر للركام؟ هنا أنا طلاب أنت كمصمم من تريد تصمم خرسانة لازم تحسب المقاس الأكبر للركام. شلون تحسبه أو تجده؟ من خلال هاي النقاط. أولا the thickness of slab concrete، إذا كنا عندنا، إذا كان عندنا طلاب مثل بناية نريد نبني، نجي المن نجي نحدد سمك السلاب أو السقف مالته، نجي thickness of slab من خلال هذا سمك مالت السقف thickness of concrete slab. ناش يقول the maximum size of aggregate، المقاس الأقصى للركام اللي هو يكون 1/3 إلى 1/5 من of slab thickness، من سمك السلاب. يعني نجيب سمك السلاب نضربه في 1/3 ونطلع هنا المقاس الأكبر للركام.
ليش واحد إلى ثلاثة إلى واحد إلى خمسة to get homogeneous distribution of concrete component حتى يكون اللي تعرفون طلاب الثيكنس السلاب دائما السلاب يكون سمكها قليل. يعني اكو بنايات مثل السقف مالتها يكون 18 سنتيم سمك السلاب واكو 20 سنتيم ممكن يصير 15 سنتيم وممكن 10 سنتيم فهذا ثيكنس قليل مو مثل الاسس. الاسس ممكن توصل يعني سمك الاسس يوصل 40 سنتيم 50 سنتيم ممكن في بنايات اللي ذات حمل عالي ممكن يوصل سمك السلاب او سمك الاساس متر. فاحنا نجي نختار السماكات القليله للصبات الخرسانيه او البلاطات واللي هو يكون السلاب. هسه هنا طلاب هذا واحد على ثلاثة الى واحد على خمسة من سمك السلاب حتى نحصل ليش هنا حتى نحصل على توزيع جيد للمركبات الكونكريت. هسه هاي نطلع الرقم طلاب نخليه على صفحة. نجي هنا ب النقطة الثانية مستخدمة في تحديد الماكسيمم سيرفر كريت هو السبيس بتوين رينفورسمنت المسافة بين طلاب المسافة بين هنا طلاب المسافة بين حديد التسليح. هسه هنا طلاب هنا نوضح أفضل لكم. هاي هي طلاب هاي النقطة بي يقول هي المسافة بين حديد التسليح. شنو حديد التسليح مثل طلاب هنا إذا نجي هيك عندنا حديد التسليح هيك هو يكون على شكل شبكة طلاب لنفرض هاي هي حديد التسليح هذا الشيش الطولي وهاي الشاشة العرضية فهاي هي هاي إذا شوفون هاي المسافة طلاب بين حديد التسليح هاي تبدي من هنا لهنا هذا السهم هاي هي المسافة من هنا اللي هنا هاي من هنا اللي هنا هاي كلير سبيس يعني المسافة الصافية بين حديد التسليح. هاي طلاب شوفوا قاعد ارسم السهم هاي المسافة بين حديد التسليح. هنا انا شو يقول the maximum size of aggregate هي 3 على 4 the clear space between reinforcement يعني المسافة الصافية معناته. فحتى نريد نطلع الماكسيمم سايز اوف اجريجيت نقول 3 على 4 في هاي المسافه لنفرض اذا 20 سنتيم هاي المسافه نضربها في 20 سنتيم ليش هنا أنا نطلع هي 3 على 4 المسافه الصافيه بين حديد التسليح reinforcement bar to make the compaction of concrete حتى يكون نحصل على خرسانة مرصوصة نحصل على خرسانة مرصوصة طلاب. أوكي طلاب ليش هذا نستخدمه الماكسيمم سايز أو 3 على 4 من المسافة الصافية بين حديد التسليح حتى نحصل على خرسانة يكون حد لها جيد الكومباكت مالتها يعني الرص مالتها ويكون اللوك الترابط بتر يعني او ترابط افضل. هسه هنا راح نطلع من هنا رقم طلاب من النقطه الاولى من النقطه الثانيه نطلع رقم من النقطه الثالثه طلاب كلير كفر الكفر الصافي طلاب مثل ما تعرفون هسه مثل اذا نريد نحسب الكفر شنو اذا عندنا طلاب مقطع بسقف نقول هذا هو سمك السقف وهذا حديد التسليح هذا اللي وجهه علينا يكون على شكل طبقتين طبقه سفليه وطبقه علويه وهنا عندنا حديد طلاب اتفايت فوقه حتى يكون شبكه. فالكفر طلاب الكلير كفر من نصب المقاطع الخرسانه لازم نعوف مسافه من حديد التسليح للوجه مالت الخرسانه
اللي هو هذا طلاب هاي المسافة منها اللي جاي يسمونها كفر. هاي شنو فائدتها؟ هي بالأسقف وبالأسس وبالأعمدة، هاي فائدتها تحمي حديد التسليح. يعني ما يصير إحنا من الصب الكونكريت نرفع القالب نشوف حديد التسليح، لازم أكو قدامه كونكريت يحمي. هذا الكونكريت يختلف من عنصر إلى عنصر. مثلا بالأسس الكفر يكون من 5 إلى 7 سنتيم، بالأعمدة تقريبا من 2.5 إلى 4 سنتيم، بالسلاب إذا شايفين طلاب تقريبا من 2 إلى أيضا 4 سنتيم. إذا شايفين الخلفات من يريد يسوون السلاب قالب الخشبي يخلون كاشي ويخلون النوب يعني قطع مال كاشي يكسرون ويخلون حديد التسليح. فهذا الكفر هو فائدته أو الغطاء الخرساني فائدته يحمي حديد التسليح ويكون هو الوجه الخارجي للكونكريت. فهنا أنا طلاب يكون الكلير كفر اوكي طلاب. فهسه كلير كفر، كلير كفر ذا ماكسيمم سايز اوف اجريجيت شود بي نوت جريتر ذان 5% ليس ذان كفر بروفايد. يعني الكلير كفر طلاب احنا الماكسيمم سايز اوف اجريجيت نجي للكفر نقيسه ايش قد نقيسه، النقصه 5 ملم هو يصير الماكسيمم سايز اوف اجريجيت، يعني النقصه 5 ملم. يعني اذا كان الكلير كفر خلينا نقول 2.5 سنتيم، فالنقصة 5 ملم راح يصير النقصة راح يصير الماكسيمم سايز اوف اجريجيت هو 2 سنتيم. يعني هو كلير كفر نجيبه النقصة 5 ملم من الكفر بروفايد. هسه بدنا انا طلاب طلعنا رقم ومن هاي النقطة طلعنا رقم ومن هاي النقطة طلعنا رقم، ياهو اقل واحد بيهم نختاره، اقل رقم بيهم نختاره، نقول ذا ماكسيمم سايز اوف اجريجيت هو الاقل رقم من ضمن التلاف. هنا طلاب يقول فور بلين كونكريت، يعني كونكريت الغير مسلح، ومرات يسمونه سايكلوبينيان اور بلوم كونكريت اللي هو كونكريت كتل كونكريت ضخمه غير مسلحه. The rubble of the size up to 160 ملم. ممكن يكون the maximum size of the gate يوصل ل 160 ملم، يعني اللي يستخدمون به كتل كبيره من الركام، فممكن يوصل ل 160 ملم، يعني تقريبا 16 سنتيم. I've been used for reinforced concrete work، بينما بالنسبه للكونكريت المسلح الخرسانة المسلحة the maximum aggregate size 20 ملم is generally used، بشكل عام طلاب للخرسانة المسلحة شائع الاستعمال the maximum size of aggregate هو 20 ملم، يعني سنتيمين هو generally used بشكل عام يستخدم للخرسانة المسلحة. هنا طلاب جينا الموضوع اللي هو اسمه aggregate strength، مقاومة الaggregate compressive strength of aggregate must be equal or greater than compressive strength of concrete using it. هنا أنا طلاب مقاومة الانضغاط للأجريجيت المستخدم في صناعة الخرسانة يجب أن يكون مساوي أو أكبر من compressive strength في الخرسانة المستخدم بها. Aggregate crushing value. Aggregate crushing value. Aggregate هذا مختصر مع ALV. يعني قيمة السحق أو طحن الأجريجيت. It is هو هذا فحص طلاب it is test to measure the strength of concrete، يعني هذا aggregate crushing value ALV هو فحص يستخدم لحساب مقاومة الaggregate strength مالته أو قوته. It is useful guide when dealing with aggregate unknown performance، يعني ويكون هو فحص أو دليل جيد حتى نعرف خواص الخرسانة غير معروفة. يعني لنفرض أنا هسه مثلا أشتغل بمحافظة ميسان وعرف الحصر أو الركام عرف يجيني، فأكو فحوصات سابقة علي أعرف يعني فحوصاته وعرف نوعياته، هذا مو يدل أنه يعني ما أخليه بالمختبر ينفحص، لا ينفحص. بس إذا رحت لغير منطقة مثل سافرت بغير دولة اشتغلت، أو أنا مثل صاحب شركة ومثل أخذت لي مشروع لنفرض بشمال العراق وما أعرف شنو طبيعة الحصور كان، فنستخدم هذا الفحص حتى نعرف خواصه أو أداء هذا الركاب. يقول هنا القيمة العالية لهذا الفحص مين the low compressive strength، إذا أعطانا ALV قيمة عالية هذا يدل
يعني انه الكومبرسيف سترينث مالته قليله. طلاب اوكي طلاب هاردنس اوف اجريجيت از ميجرد باي لوس انجلوس. صلاده طلاب صلاده مالت الاجريجيت الهاردنس تنقاس بفحص اسمه لوس انجلوس، وهذا راح يشوفون الفحص ان شاء الله بمرحله رابعه بموضوع الطرق، يعني الطرق من نريد نبلط فتعرفون الخلطه الاسفلتيه هي ايضا اجريجيت واسفلت، اسفلت سمنت يعني قير، فهم راح تجون يعني للركام وهم لازم الركام يكون قوي. فهذا الفحص لوس انجلوس يقيس لنا الهاردنس الصلاده للاجريجيت. ابريشن تيست وطلاب هنا مقاومه البري او الحك ابريشن تيست امريكان specified determined the maximum loss in the test 5%. الابريشن تيست طلاب هو اهم المواصفه الامريكيه حددت انه لازم يكون الفقدان اقل من 5%. طلاب هو هذا لوس انجلوس هو فحص الهاردنس، واللي ممكن نسميه هو الابريشن تيست ايضا، يعني فحص البري او الاحتكاك. هذا شنو طلاب لوس انجلوس؟ هو عباره عن مثل السلندر اسطوانه معدنيه كبيره بها كرات حديد، كرات تقريبا اقطارها توصل ل 7 سنتيم القطر مالتها، كره حديد هواي بي كرات، نجيب الركام نخلي بيها وهذا نشغل الجهاز، الجهاز يقوم يفتر يعني على شكل دوراني، واثناء الدوران هذا الركام راح ينضرب بهذني الكرات الحديد ونشوف ايش قد نقصن او ايش قد نزل من بالاحتكاك مع الكرات والصدمات الشوك، ايش قد يفقد من غطاء الخارجي الكونكريت اللي عفوا الركام. فهذا هو لوس انجلوس تيست، واللي حدد المواصفه لازم ما يكون النقصان اقل من 5%. اذا زاد النقصان اكثر من 5% يعتبر هذا الركام فاشل. طلاب هسه نجي للموضوع اللي هو اسمه اجريجيت شيب، شكل الركام اند ذا تيستشر، ملمسه. اجريجيت شيب اند تيستشر، ملمس الركام، شكله وملمس الركام. هنا طلاب يقول اجريجيت شيب اند تيستشر افكت ذا وركابيليتي تو فريش كونكريت. هنا طلاب يقول شكل الركام وملمسه ياثر على قابليه التشغيل للخرسانه اللي فريش اللي استونا خبطناها بعد امام الصلبه. يعني شكل الركام وملمسه يأثر على الوركابوليتي للفريش كونكريت من خلال through their influence of cement bath requirement، ويأثر على من خلال تأثيره على متطلبات السمنت bath requirement. هسه هنا راح نجي هنا يقول الطلاب aggregate shape شكل الركام، اول شكل الراوندد المدور الحصوايه المدوره، the rounded aggregate roundness الدورانيه بالركام rounded of aggregate is the result of the abrasion of aggregate in the water. الدورانية طلاب أو يعني الشكل المدور للركام هو ناتج من الاحتكاك الابرشين أو البري أو مقاومة هنقول الاحتكاك للركام في الماء. This type of aggregate gives better workability. هذا النوع من الركام اللي يكون rounded مدور يطينا شنو طلاب؟ يطينا workability جيدة because low percentage of surface area. لأنه ليش يطينا workability جيدة قابلية تشغيل جيدة؟ لأنه يكون نسبة low percentage of the surface area، لأنه نسبة مساحة السطح مالته to its volume، لأنه تكون نسبة مساحة المساحة السطحية إلى حجمها تكون قليلة، low percentage of surface area to its volume and this need low water cement ratio. وبالتالي هذا النوع يحتاج الى كميه قليله من water cement ratio، يعني كميه قليله من الماء حتى ينخلط. هذا يا هو طلاب rounded shape. يعني اذا اجاك سؤال مثل او تعليل ليش انه rounded مفضل ويعطي workability جيده او مفضل في صناعه الكونكريت، راح تقول لي because the low percentage of surface area to its volume، وبالتالي يحتاج الى كميه قليله من الماء او ووتر سمنت ريشيو. انجولر الزاوي طلاب اللي يكون به زوايا، this type result from crushing the rock. هذا النوع من الركام ناتج من تكسير الصخور او الستون او الاحجار، فهذا من يتكسر بالكساره
كسارات خاصة طلاب، يكون الشكل مالته بزوايا حادة، يعني زوايا حادة زاوي ما نقوله. Percentage of surface area to its volume is high. هنا تكون نسبة مساحة السطحية إلى حجمه تكون عالية. Therefore need high water cement ratio to better workable. وبالتالي يحتاج إلى كمية عالية من الـ water cement ratio حتى نحصل على workability جيدة. يعني نحتاج كمية ماء هواي عالية حتى نحصل على workability جيدة للكونكريت. Percentage of the voids when used this type of concrete is high compared with round. هنا بالإضافة إلى ذلك يا طلاب، نسبة الفراغات الـ voids البي عندما نستخدمها في صناعة الكونكريت تكون عالية إذا أردنا نقارنه compare with rounded بالمدور. Angularity number، هنا طلاب الزاوية الأنجولاريتي والزاوي number refer to angularity of aggregate which range from. هنا الزاوية، نسبة الزاوية أو رقم الزاوية لهذا النوع من الركام يتراوح من صفر اللي هي صفر شوكة بهالحالة يكون rounded aggregate إلى 11 for angular aggregate إلى رقم 11 واللي هو يمثل على الركام الزاوي اعتمادا على البريتش ستاندر. هنا طلاب الانجولارتي نمبر إيكول 67 ماينس ذا بيرسنتج، يعني الانجولارتي نمبر إلى قانون طلاب اللي هو شو يساوي لنا 67، هذا 67 ناقص بيرسنتج اوف اجريجيت سوليد فوليوم فيل انتو ذا كونتينر with the standard method. طلاب هذا هو الانجولاريتي نمبر اللي هو شي يساوي 76 ناقص bulk density على space of gravity في 100. هذا ما مطلوب منكم طلاب تحفظوا. انا الريجولار طلاب اللي هو خلينا نقول الغير منتظم او الشاذ اذا الترجمه الحرفيه اليه. This type between يقول هذا النوع هو وسطي بين الراوندين والانجولار والزاوي. And it is effect between. وكذلك التأثير مالته هو أيضا متوسط بين تأثير rounded الدائري والأنجولر. النوع الرابع طلاب اللي هو الفلاكي or flat. الفلاكي المستطال. يعني إذا نترجمها طلاب هاي الفلاكي هي القشري. القشري or الفلات اللي هو المستطال المستطيل يعني flat تكون. Thickness of this aggregate. يقول هنا أنا يقول سمك الركام. سمك هذا النوع من الركام. Is little. قليل. Compare إذا قارناه with it is other dimension. إذا قارناه مع الأبعاد مالته الأخرى. يعني مثلا نقول thickness مالته رقيق جدا. نسبة إلى طوله يكون طويل. Particles is flaky if it is thickness less than 0.6 times. يكون الركام أو الجزيئات تكون فلاكي رقائقية إذا كان الثيكنس هو أقل من 0.6% مرة 0.6 times the main sieve size of the size of fraction with the particle belongs according to the British standard. هنا أنا الفلاكنس اللي القشرية خلينا نقول index expression the percentage flakness index معامل أو المعامل القشرية يعبر عن percentage of the mass of flaky aggregate. هو يعبر عن النسبة بين كتلة الركام الفلاكي to the total mass of aggregate نسبة إلى الكتلة الكلية للركام المستخدم. This type has high surface area. هذا النوع يمتلك surface area عالية. Therefore need to more water. لذلك يحتاج إلى ماء كثير. هنا طلاب اللوكيتد العفو elongated اللي هو المستطال تكون طويلة الركاب حباية الركاب according to British standard اعتمادا على المواصفة البريطانية aggregate with which has particle length is more than 1.8 times the main surface size of the size fraction say the elongated يطلق عليه بهالحالة elongated مستطال. Elongation index is similar to flakiness index. يعني حساب elongation ونفس حساب elongation index حساب elongation flakiness index.
هسه الطلاب خلصنا من شيب الركام، هسه راح نجي المين الى التيستشر مالته ملمس اجريجيت سيرفيس تيستشر. ذا تيستشر اوف اجريجيت سيرفيس يعني ملمس الركام طلاب السطحي، ملمس السطح للركام يتقسم الى سموث سيرفيس، ركام يكون سطحه ناعم لايك ريفرسان كالرمل اللي موجود على ضفاف الانهار، ورف سيرفيس الركام يكون خشن ملمسه لايك كراشد جرافل مثل الحصى المكسر. هنا طلاب يقول الاجريجيت تيستشر افكتد ذا كونكريت سترين، ملمس الركام يأثر على مقاومة الكونكريت. As increase of the roughness، إذا زاد الطلاب يقول as the increase of surface roughness، إذا زادت خشونة سطح الركام تؤدي إلى شنو؟ تؤدي إلى إذا زادت ال roughness of surface aggregate، إذا زادت شو تؤدي إلى؟ أولاً increase water percentage for given workability due to increase the total surface area. أولاً إذا زادت هسه طلاب خشونة سطح الركام شي يؤدي إلى زيادة نسبة الماء حتى نحصل على مقاومة أو عفو workability طلاب جيدة، وبالتالي ديوت ليش هنا؟ بسبب زيادة المساحة السطحية للركام هذا اللي يكون سطحه خشن. increase air void inside the concrete which decrease the concrete strength which decrease the concrete strength. هنا طلاب راح شي يؤدي زيادة roughness of concrete، خشونة سطح العفو roughness of aggregate. النقطة الثانية إذا زادت خشونة سطح الركام تؤدي إلى زيادة الفقاعات الهوائية أو الفراغات الهوائية أو الهواء داخل الخرسانة، وبالتالي راح تقلل شنو؟ decreasing، تقلل من مقاومة الخرسانة. ثلاثة increase the interlock، هاي تقريبا النقطة الثالثة نقطة جيدة، يعني سنقطتين ممكن يكون سلبيات. النقطة الثالثة راح يزيد الانترلوك الترابط، increase يعني إذا زاد خشونة سطح الركام راح يزيد شنو الطلاب؟ interlock between، يزيد الترابط between the aggregate and cement bath، يزيد الترابط بين the aggregate وال cement bath بسبب due to increase the total surface area which increase the bond strength of concrete، سبب زيادة السطحية للمساحة السطحية لهذا الركام، لذلك يزيد الترابط bond strength of concrete، يزيد الترابط أو bond strength للconcrete. Therefore, the rough texture and lagural aggregate is suitable for concrete for road and pavement. وبالتالي الركام اللي يكون ملمسه خشن rough texture وبنفس الوقت angular زاوي aggregate يكون مفضل وجيد ل for أعمال concrete للطرق والpavement والتبليد. هنا طلاب هنا مثل الملخص يعني للمقافات يقول مو ملخص يعني شلون نقاط مهمة، يقول ideal particle الجزيئة المثالية is one هي التي close تكون قريبة من spherical in the shape، يعني الجزيئة المثالية في صناعة الخرسانة تكون قريبة اللي من spherical كروية بالشكل wall rounded يعني الدورانية مالتها جيدة يعني خلينا نقول كروية and the compact واللي تنرص بسرعة with relative smooth surface واللي تكون تقريبا نسبيا سطحها يكون املس natural اللي مثل ايش natural sand and the gravel comes come close the it is ideal يكون بهالحالة يكون هذا ideal. الفلات طلاب المستطيلة والإيلونجيتد والمستطالة أو المستطالة الفلات مستوية أو المستطالة أجريجيت should be avoided يفضل أنه نتجنبها بصناعة الخرسانة يعني ما نستخدمه، يفضل أنه تستبعد. rough surface السطح الخشن للركام improve the mechanical bond السطح الخشن للركام يزيد من الميكانيكال بوند، يزيد من ترابط الخرسانة. الريجولر أجريجيت اللي هو شنو طلاب؟ الريجولر الغير منتظم أو الشاذ واللي نفس الوقت يقول regularity higher internal stresses concentration هذا النوع من الركام يكون تركيز عالي للجهادات داخليا به easier bone failure واللي يفشل بسهولة، وبالتالي يكون يعني تركيز جهادات بمناطق طلاب يعني الجهادات ما راح تتوزع عليه بشكل كامل تتركز بمناطق، وبالتالي يكون البوند الفيلير مالته سهل. طلاب هنا راح نجي الى oppression and moisture content of aggregate.
هنا أنا طلابي يقول there are four moisture conditions، أكو أربع حالات من حالات الرطوبة بالأجريجيت of the aggregate. أول حالة طلاب هي oven dry condition. oven dry condition بهذا النوع من هاي الحالة طلاب oven dry يعني شنو؟ نجيب الركام ونخليه فرين لحد ما يجف، فرن حراري أكو أفران خاصة يجف الركام. هالحالة يقول all free moisture يعني كل الرطوبة الموجودة driving off راح تطلع من خلال الحرارة whether external surface moisture or internal moisture. يعني بهذا النوع من الركام ماكو رطوبة، كل الرطوبة تكون راح تطلع برا من ليش؟ بسبب الهيت الحرارة. ومثال على